يواصل دوري سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات لكرة الصلاة وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة منافساته الكروية بمدينة خليفة الرياضية البطولة لمعرفة الفائزين بمختلف الفئات المشاركة في الدوري. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. رؤية رياضية بصبغة إنسانية جسدت على أرض الواقع لنشهد هذا الملتقى، ملتقى الأجيال كما أطلق عليه في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد، يبزغ فيه الشباب والفتيات من مختلف الفئات المجتمعية. ذوي الإعاقة في هذه الفعالية لم يعقهم من المشاركة في هذه البطولة شيء، بل كان هذا التجمع الرياضي بلسماً لرغباتهم المتعطشة. فرحنا بعودة البطولة هذه، يمكن الكل في الفريق كان يسأل متى ترجع البطولة، ما كان في إجابة، ولكن يعني بمجرد سمعنا خبر عودة هذه البطولة بالعكس الكل استانس، الكل كان متحمس للمشاركة في هذه البطولة. بوجه الشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته لهذه البطولة، والبادرة يعني غير المستغربة من سموه لرعاية هذه الفئة في المجتمع اللي كل يوم قاعدة تثبت سنة عن سنة أنها تملك الكثير من الإمكانيات والمواهب اللي تحتاج أنه مجرد يسلط الضوء عليها. نطمنكم يعني اللاعبين الموجودين واللعيبة بشكل عام، إحنا مو موجودين إلا لسلامتهم ولعلاجهم. تألق ونجومية تخللتها روح المنافسة والإثارة، فرق قاتلت منذ البداية حتى تظفر بلقب هذه البطولة. الآن وصلنا إلى المرحلة قبل النهائية، نتمنى إن شاء الله أن نحوز على لقب البطولة بغض النظر إن كنت من أفضل الهدافين أم لا. نعم كنت في المرة السابقة أنا هداف الدورة، ولكن الآن أطمح أيضا إلى نيل لقب البطولة وكذلك إلى تسجيل المزيد من الأهداف. وأوجه شكري الجزيل إلى سمو الشيخ خالد. شكرا وفيصل. ووسط الأضواء الإعلامية تسابقت التغطيات الصحفية والمرئية لرصد تفاصيل هذه البطولة التي أعدت لها اللجنة المنظمة إصدارات مطبوعة وإلكترونية خاصة بها. طبعا من إصداراتنا أول شيء احنا بدينا بكتيب افتتاحي تضمن كلمة لسمو الشيخ خالد وكلمة سعادة الوزير، بالإضافة إلى النسخ السابقة كاملة. أيضا من إصداراتنا طلعنا بنشرات إلكترونية تعتبر أول مرة نطلع فيها، احتوت النشرة الإلكترونية في عددها الأول والثاني على أخبار رعاية سمو الشيخ، أيضا على بعض من أقوال سموه، بالإضافة إلى أخبار مباريات دوري المراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات، وأيضا في كتاب ختامي إن شاء الله يوزع يوم الحفل الختامي. ترقب وانتظار على هذه الصالة التي تحمل اسما كبيرا، أيام قليلة تفصلنا عن ختام هذه المناسبة. ملتقى يضم في ثناياه أسمى صور الانسجام المجتمعي، اجتماع لا يهدف إلى التلاقي الرياضي فحسب، بل لإبراز جوانب وطنية وإنسانية ذات حضارة ورقية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.